لكن خلينا قبل ما نخش على المجموعات مين اللي وصل، ونتكلم كمان على يمكن القرعه اللي يمكن لسه هتحدد طبعا الدور القادم ومين المنافس النوك اوت والمباريات القويه جدا. تعال نشوف الاحصائيه عن او ارقام عن طبعا دور المجموعات في الشامبيونز ليج. نتكلم على اقوى خط هجوم هو البايرن ميونخ ب 22 هدف. صحيح. نتكلم اقوى خط دفاع ايضا بايرن ميونخ بثلاثه، يعني تم يعني ثلاث اهداف في مرمى البايرن وريال مدريد. اضعف خط هجوم هو طبعا دينامو كييف بهدف واحد ومالمو طبعا بهدف واحد. اضعف خط دفاع كلوب بروج 20 هدف. الاكثر فوز ليفربول، بايرن ميونخ، اياكس امستردام. طبعا دول بالعلامه الكامله ست مباريات ب 18 نقطه. الاكثر خساره بشكتاش، خسر جميع مبارياته وخسر الست مباريات. نخش على ارقام اللعيبه. ماشي، برضو في ارقام مميزه للاعيبه، لاعبي طبعا دوري الابطال سيباستيان هيلر طبعا الهداف، ده طبعا مهاجم اياكس امستردام. ليفاندوفسكي بتسع اهداف طبعا مهاجم البايرن. ونجمنا الكبير محمد صلاح طبعا اول لعيب في ليفربول بيجيب سبع اهداف في دور المجموعات، ريكورد ورقم جديد بيحققه محمد صلاح مع ليفربول بتحقيقه سبع اهداف في دور المجموعات. محمد صلاح بسبع اهداف طبعا ليفربول، وكريستوف نكونو سبع اهداف، ده مهاجم فريق لايبزيج. واضح جدا كمان على مستوى الارقام ان لا الدور اللي جاي طبعا لسه كمان نكمل على صانع الالعاب او الاسيست. كيليان امبابي صنع ست اهداف طبعا لاعب باريس سان جيرمان. ساني لاعب البايرن صنع اربع اهداف. انتوني لاعب اياكس امستردام ايضا صنع اربع اهداف. وفينيسيوس طبعا المتالق مع ريال مدريد بيصنع اربع اهداف. واضح من الارقام كمان ان لا الدور اللي جاي ما فيهوش رحمه، يعني الفرق كلها واللي هنتكلم طبعا مين الفرق اللي صعدت. لكن محمد صلاح دايما بقف عند محمد ان على مستوى الارقام بيحقق لاول مره في تاريخ ليفربول لاعب بيحقق سبع اهداف في دور المجموعات. ده كمان يعني شيء عظيم لمحمد صلاح، واول لاعب يسجل في خمس مواسم متتاليه بلس 20 هدف من ايام ايان راش في الثمانينات. يعني بالمناسبه احصائيات اللاعبين بترد على البالون دور بالمناسبه. يعني شوف حضرتك اول واحد سبيستيان هيلر لاعب اياكس امستردام 10 اهداف، اصلا اياكس مسجل 20 فجايب نص الاهداف. ليفاندوفسكي فريقه جايب 22 هدف هو جايب 9 تقريبا نص، يعني صحيح. يعني تقريبا النص. محمد صلاح فريقه جايب 17 هو جايب 7 تقريبا برضو النص، يعني الا قليلا. فهي الفكره دول بيردوا على فين ميسي هنا مش موجود. ماشي، يعني واحد زي يعني ده بالمناسبه بس ايه احصائيات اللعيبه بترد على البالون دور. لكن طبعا البطوله محمد صلاح زي ما حضرتك ذكرت بيواصل وان شاء الله يواصل وباذن الله ربنا يكلل جهوده بالنجاح وليفربول يقدر ياخد البطوله، خصوصا ان هو ليفربول واياكس وبايرن ميونخ هم الثلاثه الوحيدين في بين كل الفرق اللي هم العلامه الكامله. صحيح. ان كان ده ما بيعبرش او ده مش مبرر ان هم يكسبوا التواني مثلا اللي هيقابلوهم في المباراه اللي جايه، ولكن على الاقل هي مؤشرات بتبين الفريق قوي يعني.